ليش نحن لوحدنا اليوم عم نخوض هيدي المواجهة؟ بمجرد أنه نحن موجودين بقلب وبضمير كل إنسان آدمي بلبنان، نحن الأكثرية وهن لوحدنا. جون علية هو هيدا الزلمة يلي وصلت له صفقة العصر قدام عيونه وقرر يرفضها ويردها ويواجه حكومة لبنان يلي عم بتحاول كانت تمرر مشروع ضد مصلحة الملية العامة والشعب اللبناني. انه بكل جلسة لمجلس وزراء وقت يجوا بدهم ياخذوا قرار او بدهم ياخذوا خطوة، نص الوقت بيصيروا يفكروا شو رح تكون ردة فعل الكتائب. عنوان هيدي الانتخابات هو انه نقول لكل انسان بده يتحمل مسؤولية اليوم وبكرة انه الشعب اللبناني عم بيعشع وبيحاسب بالانتخابات. الشعب اللبناني منه بجيبة حد، هيدا هو التحدي تبعنا بهيدي الانتخابات. نهار يلي منقبل بهيدا الأداء، نهار يلي منسمح أنه هالأمور هيدي تصير مسموحة، منكون كل شيء بس مش كتير.